تسأل وتقول بأنها امرأة متزوجة أنجبت من زوجها مجموعة من الأولاد، الزوج لا يؤدي الصلاة في وقتها وخاصة صلاة الفجر، فهو لا يصليها إلا الساعة 8. تقول تكلمت معه كثيرا من أجل أن يصلي، فيرد علي باللعنات والغضب ويقبح والدي. والناس يقولون بأن الزوج إذا لعن الزوجة فإنها تعتبر مثل المطلقة، فهل هذا الكلام صحيح؟ وتقول السائلة في آخر رسالتها بأنها تخشى أن يفعل الأولاد كما يفعل هذا الأب، ولم تعد تنجب أطفالا منه خشية ذلك. تقول وبعض الأحيان أكون مريضة ولا يذهب بي إلى المستشفى، وقد أخذت علاج يقطع الحمل نهائيا، هل عليها ذنب في ذلك أم لا؟ أفيدونا بذلك. هذا الزوج زوج سوء، نسأل الله لنا وله الهداية. وكونه يؤخر الصلاة عن وقتها هذه جريمة عظيمة، ومن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها فإنه قد ارتكب جرما كبيرا. ويرى بعض العلماء أن صلاته لا تصح، لأن من شروط صحتها أداءها في وقتها، فإذا أخرها متعمدا من غير عذر شرعي فإنها لا تصح منه إذا صلاها بعد خروج الوقت. هذا خطر عظيم. ويضيف إلى ذلك أنه يلعن زوجته إذا أمرته بالمعروف ونهته عن المنكر، وهذا خطأ كبير وإثم عظيم، لأن اللعن في حد ذاته جريمة وسوء والعياذ بالله. ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. وقد لعنت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناقة لها وهي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ ما على الناقة وأن تترك. قال الراوي كأني أنظر إليها تمشي وليس ولا يتعرض لها أحد. هذا يدل على خطر هذه الكلمة القبيحة، لا سيما وإذا كانت مصدرة نحو الزوجة التي هي زوجته وأم أولاده، يشتمها ويلعنها، الخطر في هذا عظيم. أما أنها تطلق كما يظن بعض العوام أنها إذا لعنت تطلق، هذا خطأ وغلط. المرأة لا تطلق باللعن، ولكن يأثم الزوج على هذا الشيء ويجب عليه ترك هذا الشيء وأن يقبل النصيحة وأن يمتثل النصيحة، لا من أجل الزوجة فقط وإنما طاعة لله سبحانه وتعالى وأداء للواجب عليه واتقاء لغضب الله عليه. وأما أنها تأخذ ما يمنع الحمل فهذا لا يجوز، منع الحمل لا يجوز إلا عند الضرورة. إذا كان الحمل يخشى منه على حياتها، فيه خطر على حياتها، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يقطع الحمل. أما أن تقطع الحمل وهي مستعدة للحمل في جسمها وصحتها فهذا لا يجوز لها. نعم.